السلام عليكم ورحمة الله. المرأة العمانية امرأة فاعلة في مجتمعها، في الحياة العامة، تعيش آمال وآلام هذا المجتمع، تعرف احتياجاته وتسهم في خدمته. اليوم رح نستعرض نموذج جميل لامرأة محسنة أوقافها باقية إلى اليوم. هي عائشة بنت محمد بن يوسف العبرية رحمة الله عليها. هذه المرأة بنت مسجد في ولاية الحمراء يعرف اليوم بمسجد السحمة، قديما كان يسمى أيضا مسجد الصاروج، وأوقفت لإصلاحه أثر ماء من فلج العراقي في ولاية عبري، وأوقفت بستان كثير النخل مع ما يحتاجه من الماء وغيره لعمل خل لأهل البلد، والفائض من ثمره أوقفته لفترة الصائمين في مسجد الصلف في الولاية. الوقف حياة. اليوم نستعرض قصة نجاح بدأت بشيء بسيط جدا، بدأت بنصف أثر ماء من فلج. إيش تقول الحكاية؟ في عام 1121 للهجرة توفي الشيخ الفقيه محمد بن يوسف العبري اللي كان والي للإمام سلطان بن سيف على بلاد السر اللي هي الظاهرة، وترك وقف للكتب عبارة عن نصف أثر ماء في فلج العراقي. تنفق عائدات نص الأثر هذا على ترميم الكتب في الحمراء وعلى نسخة وشراء كتب جديدة، لكن هذه المكتبة ساءت حالتها بمرور الزمن. المكتبة ولأنها قديمة منذ القرن الحادي عشر الهجري، فاعتراها شيء من ضياع بعض الكتب والاستهلاك، ويعني ولأهمية المكتبة ولأهمية الوقف ارتاء أهل الثقافة والعلم والمعرفة في الولاية لإحياء المكتبة وصيانة مجموعاتها وتطويرها. أهالي الحمراء بادروا في عام 1996 للميلاد إلى إحياء هذه المكتبة التاريخية اللي تأسست من أكثر من 3 قرون ماضية، لتصبح هذه المكتبة أول مكتبة أهلية عامة مرخصة من قبل وزارة التراث والثقافة حينها، وتضم حوالي 12 ألف كتاب من مختلف حقول المعرفة، بالإضافة إلى عدد من الوثائق القديمة والمخطوطات. أيضا تحتوي على أكثر من 1000 شريط سمعي منوع وقرابة 500 شريط فيديو. كذلك من أوقاف المكتبة هي الأرض التي أوقفتها إحدى الأمهات لصالح المكتبة ولصالح تعليم القرآن الكريم، وقد قامت المكتبة بإنشاء مبنى وقف استثماري في هذه الأرض، وهي كذلك تعود بعائد جيد فيما يقرب 1000 ريال شهريا. إلى جانب أيضا أنه للمكتبة أيضا أرض في موقع جيد بالولاية منحت من قبل الحكومة، ويوجد بها محلات تجارية، وهناك خطة كذلك لإضافة محلات أخرى في هذه الأرض، وأيضا إنشاء مركز الحمراء الثقافي. واصل القائمين على المكتبة تطوير أصول هذه المكتبة الوقفية حتى أضيف لها استثمار آخر تمثل في قطعة أرض أوصت بها المرأة المحسنة اللي هي شيخو بنت سالم العبرية، هذه معلمة قرآن، واستفيد منها في بناء عقار يعطي التكلفة التشغيلية للمكتبة من موظفين وفعاليات ودورات لتعليم القرآن الكريم وغيرها من المناشط. قصة مباركة بدأت قبل حوالي 320 سنة بنصف أثر ماء، انتهت بمعلم ثقافي بارز وفاعل في الولاية. هذه بركة
الوقف. الوقف حياة. وفي محطتنا الأخيرة نذهب إلى المملكة المتحدة ونتعرف على واحدة من أغنى المؤسسات الخيرية، وتعد ثاني أكبر مؤسسة في العالم مقدمة للمنح. اسمها مؤسسة ويلكم الخيرية، وهي منسوبة لمنشئها صيدلاني اسمه هنري ويلكم. تأسست في عام 1936 وفقاً لوصية الواقف اللي أوقف شركته المتخصصة في صناعة الأدوية للإنفاق على الأبحاث الصحية والطبية. في عام 1995 تم بيع شركة صناعة الأدوية بالكامل، فأعطت العائدات الاستقلال المالي لشركة ويلكم تراست اللي تستثمر في مجموعة واسعة من الأصول المالية حول العالم بمحفظة ضخمة تبلغ حالياً حوالي 38 مليار جنيه استرليني، تمول عائداتها مشاريع المؤسسة اللي حققت أرباح هائلة بلغت في عام 2021 34%. هذه المؤسسة تخطط لإنفاق 16 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز الاكتشافات العلمية ولمواجهة المشكلات الصحية الأكثر إلحاحاً في العالم. ويتبع المؤسسة متحف ومكتبة خاصة. بهذه التجربة نصل إلى نهاية حلقتنا الوقف حياة. إلى اللقاء.